مرحبا، بهذا الفيديو راح نتعلم شلون نحول الجي كود إلى صورة ثلاثية الأبعاد بطريقة جميلة مثل ما تشوفون بهاي الصورة، وأيضا نقدر نحولها إلى أنيميشن بطريقة الطباعة اللي راح تكون على أساسها شلون راح تنطبع الجي كود بس طريقة أنيميشن، يعني مو حقيقية، بس مجرد البرنامج يسوي لنا الرندر إلها. هذا الشيء شايفينه إحنا ببرنامج أوكتو لابس، منه نربطه بطابعاتنا ويصور لنا على كل طبقة أو لاير تنطبع، ياخذ صورة بعدين نجمعها تصير صور متحركة، تشوف الطبقات شلون تنطبع واحدة ورا الثانية، فشي كل جميل. بس احنا نقدر نسويها باوكتولابس، بس هاي الطريقة ايضا ممكنة باستخدام برنامج بلندر نسويها، بس مجرد نجيب الجي كود بالبرنامج. فهسه على السريع خل نشوف شنو اللي نحتاجه قبل ما نبدي. اول شي نحتاج انه يكون عندنا ملف جي كود، واللي نقدر نحصله من يعني فايل لمجسم ثلاثي الأبعاد، ندخله ببرنامج تقطيع مثل كيورا اللي أنا هسه حاليا أستخدمه. وكيورا من نقطعها نروح على البريفيو نشوف الليارات مالتنا، هذا كلش مهم، 171 لاير إذا تشوفون هنا. هذا الرقم مهم، بعدين راح نعرف وين راح يفيدنا. فهسه حاليا انا المجسم مالتي 3 دي بنشي اتقطع الى 171 طبقة او لاير. ثانيا نحتاج برنامج بلندر، ثاني فتحت البرنامج، انتبهوا للفيرجن اللي تنزلونه او النسخة، يعني برنامج بلندر من نسخة 2.8 فما فوق لحد أحدث نسخة اللي هي 2.93.4 شغال ويا هاي الطريقة، لأن هاي الطريقة تعتمد، يعني مرات يصير بيها كراش أو تعتمد على النسخة. فانتبهوا للنسخة ونصبوا النسخة الحديثة أو النسخة 2.8 هم يعني ممكن تشتغل. ثانيا احنا بالبداية نمسح كل شيء هنا ما نحتاجه. برنامج بلندر وحده ما راح يقدر يحول لنا الجي كود الى نموذج ثلاثي الابعاد، نحتاج اضافه، نحتاج كود برمجي اضافه يسموها اد اون جاهز ينصب على بلندر. برنامج يعني ملف كلش خفيف وسهل تنصيبه. هسه راح نتعلم اول شيء مين نحصل الاد اون او الاضافه. نحصله من موقع اسمه جيت هاب، اكو ناس مبرمجين ينشرون شغلهم وهذا الشيء يعني مجانا و يعني تطوعي ما بيها اي تكلفة. الرابط راح اخليها ويا الفيديو، تقدرون تنزلونها من تفتحون الرابط تجون مباشرة الى هذا المقطع الاخضر، تدوسون على المثلث يفتح لكم تقولون داونلود زد اي بي الملف المضغوط. فمن تسوون الداونلود خلوها على سطح المكتب على مود تكون سهل، ترجعون على برنامج بلندر. شلون تنصبونه لازم يعني ملاحظة مهمة، لا تفتحون الفايل المضغوط، خلوها على حالة لين راح ننصبها بهذا الشكل، ما يحتاج تغيرون بأي شيء. فنروح على Edit Preferences، إذا أنتم بأي سكشن لازم تضغطون على Add On، تضغطون على Install. أنا طبعا مخليها على Desktop، تجون على هذا الخيار تقول له install add-on، يطلع لكم هيج، لازم تخلوا له علامة الصح بداخل المربع وتفتحون المربع. طبعا انا لين منصب البرنامج او الاد اون
فهنا ما يطلع لي خيار تحميل اضافات ثانية، بس انتو اذا اول مرة تنصبون هذا الاد اون راح هنا يطلب من عندكم انه تنصبون اضافة ثانية اسمها ريجكس ان تي كيو دي ام، فتقولوا له حمل او لود، هو يحمل، تسدون تسوون ريفرش تسدونه. الأفضل أن تسدون البرنامج همينة، ترجعون من جديد تفتحونه، تنظفون السين، تمسحون كل شيء، ما نحتاج أي من هاي الإضافات. هسه إذا تبعتوا كل الخطوات اللي سويناها، مفروض البرنامج يكون جاهز. الخطوة اللي وراها، احنا سيفنا الجي كود بمكان نعرفه وين، فنروح على فايل امبورت، مفروض هنا يطلع لكم جي كود بالامبورت اوبشنز، فاذا تضغطون على امبورت جي كود، انا مخليها بالديسكتوب 3dbenchy.gcode، تختارونه، شوي ياخذ وقت، انطوا وقت على ما يحمل الفايل لان بيه معلومات كلش هواية يحتاج بروسيسنج. طبعا التحميل تعتمد على نوع الحاسبة، إذا حاسبة قوية ومواصفاتها عالية راح تتحمل بكل سهولة، وإذا حاسبة متوسطة مثل حاسبتي طبعا شوية راح تاخذ وقت مثل ما تشوفون. وأيضا تعتمد على حجم الفايل الجي كود اللي انتو جاي تحملونه. اوكي هسه اذا تشوفون بهذا السكشن اكو اشياء انضافت، معناته انه البنشي مالتي انضاف، بس احنا ما جاي نشوف اي شيء، تمام مو مشكلة. تروحون تضغطون على اي وحدة من هاي الليارات، لاير 1 لاير 2 اي وحدة من عندهم، بعدين ترجعون الماوس بالسين، تضغطون النقطة اللي موجودة بالكيبورد مالتكم، النقطة اللي موجودة بال نمباد مالتكم بالكيبورد، تضغطون ضغطة واحدة راح يرجع الكاميرا تشوفون البنشي، تمام. فهنا جاي تشوفون إذا تقربون تشوفون كل الخطوط مالتها. حلو، حاليا احنا عدنا عدة ليارات، بهاي الحالة ما راح تفيدني، فلازم ادمج كل الليارات بمجسم واحد على مود اقدر اشتغل عليه. فانا اختار كل مجسم بكل لياراته، بعدين اجي اختار اللير الاخير، خلينا نشوف طريقة الاسهل شلون. اوكي نختار من جديد. اوكي اهم شغلة انه تتأكدون اللاير الأخير تكون الـ يعني اللاير اللي اختاريتوها تكون اكتف. شلون اوضح لكم اياها، انه هسه احنا عندنا كل اللايرات لونها برتقالي، بس اللاير اللي جوه لونها تقريبا اصفر افتح منهم، معناته هذا الاكتف اوبجكت. احنا نريد نكون اللاير الاخير هو الاكتف. من تختارونها وتتاكدون من هذا الشيء، تضغطون على كنترول جي. اذا تلاحظون هنا كل المجسم تحول الى لاير واحد. طبعا هنا انا جاي الاحظ انه البنشي مالتي نوعا ما مشوه بالارتفاع،
فخل ارجع اشوف بالسلايسر ايش قد طوله الكلي. اذا اروح على سكيل 48 بالدايركشن الزد دايركشن، فارجع اذا تضغطون على N بالكيبورد راح يطلع لكم المعلومات الكاملة والأبعاد للنموذج. بس إذا تجون على الدايمنشن تشوفون الزي هنا 34، فأنا أغيره أسويها 48. صحيح، أنا أتأكد 48 تمام. هسه شكله مضبوط. اوكي، اضغط ان مرة ثانية على مود اخفي القائمة لان ما احتاجها. هسه حاليا نموذج مالتي جاهز انه اسوي بيه اي شيء، اريد اصوره، اخلي لها اضاءة، الونها. بس قبل هاي على مود نشرح على السريع شلون نسوي طريقة الانيميشن. نحتاج بالبداية انه نضيف موديفاير. تروحون على هاي القائمة تشوفون قائمة الموديفايرز، ايكون مال الاسبانة، تروحون على موديفايرز، اكو موديفاير اسمه بيلت، تضغطون عليها كل شيء اختفى مو مشكلة نرجع له. هسه نرجع على الشيء اللي نوهت بيها بالبداية. احنا عندنا النموذج بالسلايسر 171 لاير، فنرجع على بلندر. احنا عندنا ستارت فريم 1 واللينكث نقله 171. ليش سويت هاي الخطوة؟ لأن أنا إذا أجي على الـ animation bar هنا وأضغط play راح تشوفون إنه النموذج جاي ينبني، لأن ضفت modifier اسمه build، جاي ينبني layer by layer. ومن حولت الـ length مالتي إلى 171 راح يتنسق بحيث تكون كل حركة كل بناء بالضبط على عدد اللايرات اللي أنا عندي بالنموذج. إذا خليته أقل أو أكثر ما راح يأثر هواية، بس راح تشوف الأنيميشن مو بالصورة الواقعية اللي إحنا نشوفها أثناء يعني مشاهدة فيديو من أوكتولابس أو الطريقة اللي إحنا نريدها. طبعا هاي لين معلومات أو ديتا كلش هواية بالنموذج أو الفايل راح يعني يتأخر. تشوفون الـ FPS مالتي كلش قليل، لهذا السبب جاي يثقل، فراح أوقفه هنا. إذا أمشيها بيدي أروح على 171 مثلا راح أشوفون نموذج كامل. هسه إحنا يعني عمليا خلصنا من الدرس، يعني من هنا تقدرون تسوون اي شيء اللي يعجبكم وتصممونها تلونوها بكيفكم بطريقة اللي يعجبكم. بس خل نشتغل على فد شي يعني كرفرنس تعرفون شلون تغيرون باللون مالت النموذج. اذا انا جيت على الاوبشن شيدينج ورحت على Material Option، ضغطت على New، واجيت على Base Color وسويتها أخضر، راح تشوفون لون النموذج اتغير إلى أخضر.
طبعا بالمناسبة يعني اللون المفضل البنجي. بس إذا نريد نسويها أنيميشن وريندر والصورة اللي شفتوها لازم نضيف إضاءة وكاميرا. فنروح على Shift A على الكيبورد، في البداية نضغط على كاميرا، Shift A، نضيف Area Light. اللايت أجيبه أقربه، الكاميرا همين، طبعا الكاميرا مالتي صغيرة فأضغط على S على مود أكبرها S to scale. لازم شوية أفرها فأضغط على R Z وشوية أفرها. هسة إذا أريد أشوف من منظار الكاميرا أضغط على 0 بالنمباد راح يحولني على الكاميرا، وإذا أروح على هذا الخيار أروح على View أقل لوك كاميرا تو فيو، هسه أي حركة تحركها راح يبقى ثابت. فأنا راح أختار فد زاوية، يعني زاوية معينة على مود تبين جمالية النموذج مالتي. تمام، هسه أقدر أنا ألغي هذا الشيء. كاميرا مالتي تمام متأكد منها، أضغط على 0 مرة ثانية على مود أرجع على الفيو الطبيعي. هسه على مود أنا أشوف الإضاءة مالتي شلون جاي تشتغل، أروح على هذا الخيار ريندر. اوكي، خل بالبداية اوضح لكم شغلة، انه احنا لازم نتأكد انه الريندر انجن مالتنا ايفي، تجون على هذا الخيار لان ايفي شوية اسرع ويكون سلس. بعدين اذا ترون تفاصيل اكثر ويكون النموذج واقعي اكثر تغيرون الريندر انجن الى سايكلز وتخلونه يرندر لكم النموذج. حاليا تشوفون المشهد ظلمة لأن الإضاءة مالتي مقوية، فأنا خل أزيد الإضاءة أسويها 30. هنشوف إيه بدأ يظهر لي فتشي، شوف الـ30 قوية نسويها 10. راح ارجع ادوس 0 على مود اشوف من الكاميرا. اوكي، لازم اروح من فوق اسوي دوبليكيت للإضاءة اخليها على جانب. راح استخدم تقنية إضاءة ثلاثية، يعني 3 نقاط إضاءة من جهات مختلفة على مود أضوي المنطقة بصورة كاملة. خلينا نجيب، طبعا ما راح أكون يعني بصورة المثالية بالإضاءة وبالترتيب، مجرد أريد أراويكم شلون تقدرون تحسنون من المشهد ويعني تسوونها بالشي اللي تردونه، لأن يعني راح ياخذ وقت كلش هواية اذا اريد ارتب المشهد بالصورة المثالية بالشي اللي انا مثلا اريده او انا عادة اسويها. تشوفون انه هسه حاليا اكثر فقرة جاي تاخذ وقت هي هاي الاضاءة. انا جاي
من كل جانب أضوع النموذج على مود أشوف شلون جاي يكون. طبعا الإضاءات ما لازم تكون نفس الحدة، لازم نخفف منها. مثلا هاي 5 أخليها وأغير اللون مالتها إلى خلينا نقول لون القريب من الأزرق. هذه إضاءة بيضة مو مشكلة، هذه أسويها لون أصفر وأقللها همين أو 2. هذه همين أقللها أسويها 5 على سبيل المثال، أشوف شنو الأفضل إلي. جاي تشوفون هسه. أوكي، فقرة إضافية إنه إحنا نحتاج فد ستيج أو مسرح للنموذج، فنقدر نضيفه باستخدام بلين مالتي أكبره. وإذا أروح الكاميرا يشوفون هسه بدأت الأمور تكون جميلة أكثر. أنا راح أسوي إضافات للبلين مالتي إكسترود. هذا بس مجرد على مود خلف النموذج يكون مملي وليس فارغ. أرجع للأوبجكت. طبعا إضاءة حدتها كلش هواية، فلازم أغير. مثلا 1 واط، 2 واط، هذا همين أسويها 1 واط. إذا أرجع تمام. هسا نسوي فت تشيك سريع باستخدام سايكل، نشوف شلون يطلع النموذج مالتنا. سايكلز مثل ما قلت لكم يحتاج وقت أطول على مود يسوي رندر للمشهد، لين يحسب كل المعلومات المتعلقة بالإضاءة وانعكاسها ونوع الماتيريال اللي احنا نضيفه للنموذج وكذا. فعادة الطريقة الأفضل والأسهل إنه نرتب المشهد باستخدام EV ونشوف شلون راح يكون يعني السيت اب مالتنا. بعدين اذا اردنا مشهد واقعي اكثر ورندر احلى نحول على سايكلز وهكذا. تمام. ماكم علاقة بالجرينز اللي موجودة عندي هنا، لان هاي سبب انه انا السايكلز مخليها على سامبلات قليلة وما اريد اكثر لان راح تاخذ وقت هواية. بس الفكرة انه هسه احنا عندنا نموذج جي كود. اذا نحول على EV راح تشوفون انه انا اذا ارجع باللايرز، بس اقدر اراويكم انه اذا اسوي رندر لكل الفريمات على شكل صورة بعدين اجمعهم بفيديو برنامج خلينا نقول ادوبي بريمير، برنامج مال مونتاج، اقدر اسوي انيميشن مثل اللي راويتكم اياه ببداية الفيديو، فتصير فيديو جدا جميل. وهاي هي كل المعلومات اللي تحتاجونها على مود تحولون الجي كود، اي جي كود عندكم، الى نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي عملية الطباعة بطابعات ثلاثية الأبعاد، وفتشي جدا لطيف ممكن تسوونها. وهاي هي
انتهت الفيديو التعليمي، وشكرا للمشاهدة.